يعود ملف خزان صافرة النفطي إلى طاولة مجلس الأمن مجددا، ولكن هذه المرة تزامن مع مخاطر محتقة ومخاوف من انفجار الخزان العائم، وهو ما جعل المجلس يطالب الحوثيين بالسماح للخبراء الأمميين بالوصول غير المشروط ودون مزيد من التأخير، لتتضاعف الجهود الدولية بهدف التوافق على آلية عمل تسمح للفريق الفني بالوصول إلى السفينة وتقييم وضعها الهش قبل وقوع الكارثة التي ستلحق أضرارا كبيرة في بيئة البحر الأحمر في ظل التعنت الحوثي الذي أفشل جميع المحادثات مع الأمم المتحدة. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن قريفيث جدد التحذير من مخاطر الكارثة التي سيتسبب بها خزان صافر، مذكرا بالانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت وما سببه من كارثة، إلا أن جميع المفاوضات والبحث عن حلول تسمح لفريق العمل بالوصول إلى السفينة وتقييم وضعها تنتهي بمطالبات واشتراطات جديدة لميليشيا الحوثي وتلكؤها الفاضح. مندوب اليمن بمجلس الأمن أكد أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن أزمة خزان صافر، مضيفا خلال كلمته في الاجتماع أن أي كارثة ناجمة عن الخزان ستطال 15 مليون شخص في ظل تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بزيارة الناقلة وإجراء عملية التقييم ومن ثم الصيانة المطلوبة لتجنب حدوث كارثة بيئية وشيكة. وفي وقت سابق جدد المجتمع الدولي تحذيراته من خطورة وضع خزان النفط العائم أمام السواحل اليمنية بالحديدة، وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم إزاء تلاعب ميليشيا الحوثي بملف ناقلة النفط صافر، واتهمتها باتخاذها رهينة للضغط على المجتمع الدولي في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من انهيار محتمل في ذروة الحرارة الصيفية للناقلة المحملة منذ 6 سنوات بأكثر من 1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وللحديث انضموا لنا عبر الهاتف من الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فهمي عبد الهادي، مرحبا بك معنا. لمطالبة مجلس الأمن الدولي بالسماح للفريق الأممي بالوصول إلى صافر دون تأخير، برأيك هل سترى هذه المطالبة النور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نأمل أن ترى هذه المطالبة النور للضرورة القصوى، لابد أن ترى هذه المطالبة النور، لابد من تقييم الوضع الحالي للناقلة صافر تجنبا للكارثة الوشيكة التي ممكن أن تحصل في أي لحظة، والتي ستؤدي إلى آثار وخيمة قد لا يستوعبها الناظرون حاليا، لكن الآثار فعلا وخيمة وكبيرة جدا ستكون. نعم، حتى الآن ما تقييمك لوضع ناقلة صافر وما الآثار المترتبة في حال عدم انصياع الميليشيا والسماح للفريق الأممي بتفقد الخزان؟ يمكن من قبل سنة أو قبل أكثر من سنة ووضع الناقلة صافر مهدد في أي لحظة بالانفجار أو التدهور أو أحداث التسرب الكبير، تسرب قد يحصل من الناقلة ويسبب كارثة كبيرة للمنطقة كاملة، ليس لحدود هذه الناقلة فقط، البحر الأحمر بل وأيضا خليج عدن والبحر العربي كلهم سيتأثرون من آثار هذه الكارثة، هذا التسرب النفطي الذي قد يستمر لأجيال آثاره. كلنا يمكن ندرك ولازمنا نتذكر ما حدث في حرب الخليج وما حدث في العديد من الكوارث السابقة للناقلات النفطية والآثار الكبيرة التي سببتها والمدى الطويل الذي أخذته معالجة هذه الآثار. أيضا في حال حدوث انفجار لا سمح الله لهذه الناقلة، يعني لا يمكن تخيل ما مدى الآثار التي ممكن أن تحدث من أمطار حمضية. الجميع في منطقة الخليج أثناء حرب الخليج عانى من الأمطار الحمضية، عانى من التلوث النفطي في البحار حتى على مستوى النباتات على كل مستويات البيئة عموما. نعم، كلمة عبر الهاتف من الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فهمي عبد الهادي، شكرا لك.